تواصل هذه الجرافات ونحو 2000 من مثيلاتها الليل بالنهار لإزاحة الثلوج ومنع تراكمه فوق شوارع نيويورك، في وقت تعبأت السلطات لتطبيق ما نصت عليه حالة الطوارئ المعلنة. ما يزيد عن 700 من أكياس الملح جرى تفريغها، وأكثر من 2000 من الجرافات نزلت إلى الشوارع، كما تم استنفار كامل أسطولنا. آثار العاصفة المتواصلة بدت واضحة هنا في منهاتن بقلب نيويورك. مدارس معطلة وحركة تنقل محدودة باستثناء الظروف القاهرة. خرجت فقط لمعاينة العاصفة. الجو رائع، إنها نيويورك. أحب الثلج ولأول مرة أرى المدينة نظيفة بعدما أزال ما عليها من شوائب. جهود مواجهة كورونا وخاصة ما يتعلق بالتلقيح تأثرت أيضا بزحف الثلوج على الولاية. عرقلت العاصفة جهودنا في التلقيح، ونود أن يكون الناس في أمان، ولا نريد لهم خاصة كبار السن الخروج في ظروف غير آمنة لتلقي اللقاح، وسنعمل على استئناف سريع للعملية. نيويورك ليست الوحيدة في عين العاصفة، نيوجيرسي المجاورة تعيش هي الأخرى حالة طوارئ، وقررت تعليق خدمات 6 من مراكزها الأساسية للتطعيم ضد كورونا. نيويورك وجوارها من الولايات في حالة طوارئ، وهي تعيش الآن بين عاصفة لم يسبق لها مثيل منذ 5 سنوات وجائحة تكافح السلطات من أجل تطويقها. عبد الله ماسي، الحرة، نيويورك.